على الحياة فام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. عميد البياتيرة يحذر من إلقاء فضلات الأضاحي بصفة عشوائية. والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى. في تفاصيل النشرة، قدمت الدكتورة مها حشيشة كاتب عام الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، قدمت خلال حضورها في برنامج الصحي كل الذي يبث على قناة كارتاج بلوس وبشراكة مع إذاعة الحياة فام، مجموعة من النصائح الهامة لأصحاب الأمراض المزمنة التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الأضحى، تجنبا لحدوث مضاعفات صحية خطيرة ناتجة عن الإفراط في تناول الطعام واللحوم وعدم اتباع نظام غذائي صحي. لكن انا نحب ناكل، لازم امراض المزمنه اللي عندي تكون متوازنه، ناخذ ادويتي في الوقت باش نجم ناخذ. فما بعض الامراض مالوغوزمون نصر الدين اللي ما نجموش، كيما العباد اللي عندهم قصور كلوي، خاطر كيما قلنا بكري اللحوم الحمراء غنيه بالبروتين، يعني السكريسيون نتاعهم باش تكون والافراز نتاعهم البدن نتاعنا بعد ما نمتصوا الحاجات الكل اللي حشنا بهم باش تكون عبر ليغا يعني الكلى. اذا كان الكلى ما تشتغلش بالكدا، راهو اكل اللحوم الحمراء بطريقه يعني مفرطه باش يزيد يعكرهم، ونجموا نشوفوا بعض الناس اللي يدخلوا في الدياليز بعد عيد الاضحى، دونك ينجموا تعكر الكريات، نسبه الكريات هذيك الناس كل تعرفها اللي عندهم قصور في الكلى ترتفع بطريقه فجائيه، اللي نوصلوا حتى الى تصفيه الدم بطريقه استعجاليه. دونك هون يلزمنا الامراض المزمنه الجوت، اما هي تنجم الجوت يعني هو ارتفاع نسبه الاسيد يوريك في الدم، يعني كومبوزونت موجوده في الدم عاده عندها يعني شويه خلفيات جينيه، اما الزياده هذيك تخلي انه النوعيه نتاع السبستانس هذه تتراكم في بعض ليزارتيكولاسيون اون فيت وتعمل ديكريز دو غوت، عاده تكون في الصباع الكبير نتاع الساق، الناس الكل تعرفها جيس كون ابيل اون كريز دو غوت، الكريز هذيك على تراكم نتاع الكريز تو هذوما داسيدوريك. النظام الغذائي بالطبيعه وحده ما يكفيش، يعني يلزمنا نقصوا من اللحوم الحمراء، وما فماش كان اللحوم الحمراء اللي فيها تعمل لنا كريز دو غوت، فما بعض كيما الكريستاسي باغ اكزومبل تنجم تعمل، بعض المشروبات الكحوليه كيف كيف تنجم تعمل كريز دو غوت، وفما زيادة الأدوية. يعني أنا كي ناخذ الدواء نتاعي اللي باش يخفض لي نسبة الأسيدوري في الدم بطريقة منتظمة، راني جيفيت أني نعمل كريز دو غوت. دونك حاجة مهمة برشا، العباد اللي عندهم جلطات دماغية وجلطات قلبية اللي هما احنا نحاولوا ديما، يعني كي عبد عنده جلطة ديما نعطيوه الأدوية اللي تطيح نسبة الكوليسترول في الدم، كوليسترول وتريغليسيريد، باش نحافظوا عليه ما يعاودش يعمل جلطة أخرى دماغية ولا جلطة قلبية اللي تنجم تكون أخطر وأصعب. دونك العباد هذوما ننصحوهم عادة باش ينقصوا من الأكلات من الماكلة اللي هي غنية بالدهون. العلو شنو فيه غني بالدهون؟ قلنا اللحوم، فماش كان اللحوم، فماش كان اللحوم، فما ليزابات الدوارة العصبين بالتونسي ولا بالصفيقسي يقولوا للدوارة ولا العصبين، دونك العصبين والأحشاء كلها راهي غنية برشا 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 بالدهون. دعا عميد البياتيرة أحمد الرجب إلى ضرورة وضع الفضلات أو فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق والتخلص منها في الحاويات المخصصة لها، مشيرا إلى أهمية معاضدة جهود أعوان البلديات. كما أكد الدكتور أحمد الرجب أن رمي فضلات الأضاحي في الأماكن العشوائية يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وتكثر الحشرات والحيوانات السائبة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطن ومن خلال إمكانية الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بتلوث المحيط وفق قوله. مناسبة دينية نعرف الناس كل النظافة من الإيمان، دونك يلزم نكونوا نظاف، محيطنا نظيف، وهنا علاش ما يلزمش نطيشوا هك الأوساخ كما جاء. البلدية مشكورة ما ذابينا تزيد تكثر هك الحاويات باش اللي يخرج هك الأوساخ هذيك تكون في كيس مسكر بالباهي باش ما يحلوش ينعرفوا، ولا غالبة الكلاب السايبه موجوده برشا، دونك الحاويات يلزم تكون موجوده باش كي نحطوا فيها تتسكر، وعلى خاطر هيك الاوساخ هذيك راهي باش كان تلوث المحيط راهو مربوط بصحه الانسان وصحه الحيوانات. المنظمات العالميه الكل تو، وما فيهم المنظمه العالميه للصحه من سنه 2004، تونس انخرطت سنه 2005 في منظومه صحه واحده، معناها عمل تشاركي بين عديد القطاعات لحمايه صحه الانسان والحيوان والبيئه، بما معنى تعايش بين الإنسان والحيوان في بيئة سليمة. هنا توك اللوث والمحيط، الماكلة باش تكثر مطيشة، الكلاب باش تكثر، القطاطس باش تكثر، نعرفوا هالكلاب والقطاطس هذه تعدي عديد الأمراض، مانيش باش نذكر قديش واحد مات خلاص، قلنا عيد الله يرحمهم، أما مانيش باش نذكرهم،
دونك احنا يلزمنا نتفادوا هذه فرصه باش ما نكثروش هك الحيوانات السايبه، فرصه باش ما نكثروش هك الناموس، لان هك الناموس هذاك والبعوض وغيره سبب من اسباب هو ناقل لعده امراض منها حمى غرب النيل والليشمانيوز. مانيوز باش نذكر عدد الحالات نتاع الليشمانيوز في تونس، دونك قلنا عيده. دونك لهنا يا مواطنين نردوا بيننا راهو نتعاونوا، باش تقول لي البلديه، البلديه برشا عليه، اما يلزم توفر المواطن كل واحد يقوم بدوره في العيد هذا، باش كيما قلنا العيد هو فرحه ومناسبه دينيه باش تكون فرحتنا تامه. ختاما، ومنذ ساعة الصباح الأولى ليوم الأحد العاشر من ذي الحجة توفد حجاج بيت الله إلى مشعر منى مهللين مكبرين تملأهم الفرحة بعد أن أدوا الركن الأعظم في أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة. وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرع الحجاج في رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. بداية النشر وهذا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عميد البياتيرة يحذر من إلقاء فضلات الأضاحي بصفة عشوائية. والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى. كانت معكم نجلة خليفة هيني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.